المسائية من القناة الثانية كالعادة نستهلها بالعناوين. بالرباط اختتام أشغال الدورة العادية 33 للمجلس العلمي الأعلى والتي عقدت بإذن من أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس المجلس العلمي الأعلى. فرنسا تدخل مرحلة الصمت الانتخابي في انتظار الكلمة الأخيرة لصناديق التصويت في الجولة الثانية من هذا الاقتراع التشريعي الذي نتوقف عند رهاناته مع ضيفنا الباحث السياسي مصطفى توصى. نشاط أيضا من أجل صحة الأم والطفل يوم تحسيسي تنظمه دار الأمومة التي فتحت أبوابها قبل سنتين بمدينة الحسينة. وكما عودناكم كل مسائية السبت تحملنا شيماء العلام في جولة في عوالم الويب وترندات الأسبوع في فقرة نقرة الويب. مساء الخير. بالرباط اختتمت اليوم أشغال الدورة 33 للمجلس العلمي الأعلى، دورة تم خلالها تناول العديد من القضايا والمستجدات وأيضا متابعة مجموعة من الجوانب العلمية والتنظيمية كإطلاق الموقع الرسمي للمجلس. تفاصيل أكثر مع محمد بوبكر ومصطفى السعدوني. أذن أمير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس بإقامة دورة المجلس العلمي الأعلى، فكان للعلماء أن تفردوا بمتابعة عمل الهيئة العلمية للإفتاء واللجنة العلمية للمالية التشاركية. في اليوم الثاني تمت المصادقة على متابعة خطة إحياء التراث الإسلامي، كما ركز العلماء على الشق المعنوي والعلمي والروحي لمشروع خطة تسديد التبليغ ليصادق عليها المجلس بعد رصد الواقعي المعاش. نجد أن المسلمين الذين يعتقدون أنهم حققوا الإيمان وقاموا بالأعمال الصالحة هم أبعد ما يكونون عن العيش هذه الحياة الطيبة وعن عيش السعادة، بل يحيون حياة العنة والمشقة بدليل المؤشرات الكثيرة مثل ارتفاع معدلات الطلاق، مثل ارتفاع معدلات الجريمة، تضخم مستويات القلق النفسي إلى غير ذلك من الصور. صور ومظاهر اجتماعية متعددة جعلت العلماء يفكرون في طرق لنشر قيم الدين، فجاء إطلاق الموقع الرسمي للمجلس العلمي الأعلى ليكون نافذة علمية تخدم ثوابت الأمة. العلماء بنفوس مفعمة بالإخلاص أولوا اهتماما كبيرا للنظر في طرق ومناهج العمل عبر منصات التواصل الاجتماعي. سيكون هذا الموقع هو عبارة عن جسر للتواصل مع المواطنين، ليتواصل المواطنون مع علمائهم بالمملكة الشريفة. كانت عندنا لجنة تدارست أمور الحضور الإعلامي للمؤسسة العلمية. هو حضور إعلامي للارتقاء بمؤسسة محمد السادس للحديث الشريف. أشغال الدورة العادية 33 للمجلس العلمي الأعلى أولت اهتماما للبحوث والدراسات التي يشتغل عليها المجلس، خاصة فيما يتعلق باستئناف إصدار المجلة العلمية المحكمة. عاشت باريس اليوم على إيقاع مرحلة الصمت الانتخابي، وغدا تبدأ عملية التصويت في الجولة الثانية من الانتخابات التشريعية المبكرة. الكل ينتظر ما قد تسفر عنه نتائج هذا الاقتراع. حول رهانات هذا الاقتراع وانتظارات الجالية المغربية هناك تتمحور مراسلة سليمة بن عبو ومحمد ماجري والتحرير لسعيد أجنة. الانتظار سيد الموقف بفرنسا، كيف لا، والبلد اقترب من مرحلة الجولة الثانية من الانتخابات التشريعية المبكرة، وفي هذه الظرفية اختلفت اختيارات الفرنسيين حسب انتظاراتهم. أنا أدعم التجمع الوطني بعد فشل الحكومات التي تناوبت على الحكم خلال الأربعين سنة الأخيرة. الأولوية بالنسبة لي أن لا يفوز أقصى اليمين. الجالية المغربية المقيمة بفرنسا بدورها مدعوة للمشاركة في هذه الانتخابات التشريعية والإدلاء بأصواتها، فبعد التقدم الكبير الذي حققه التجمع الوطني بدأت التوقعات تتزايد بشأن نتائج الجولة الثانية وتشكيلة الحكومة المقبلة. أنا أدعم التحالف الرئاسي رغم بعض الاختلافات في سياستهم، إلا أنني أرى في خطتهم المصداقية. أخاف على مستقبل أولادي بالدرجة الأولى، لذا أدعم اليسار، فهدفي هو أن يكون لأبنائي مكان داخل المجتمع. أولوياتي الأساسية تتمثل في التربية إلى جانب المجال البيئي. في ظل هذه الأجواء المطبوعة بعدم اليقين، من المنتظر أن يتوجه غدا أكثر من 49 مليون ناخب إلى مكاتب الاقتراع للتصويت في الجولة الثانية من الانتخابات التشريعية.
وللمزيد من التوضيحات ينضم إلينا مباشرة من باريس عبر تقنية سكايب الكاتب والباحث السياسي مصطفى الطوسة. أهلا ومرحبا بك معنا. أبدأ معك بالسؤال حول رهانات هذا الاقتراع الانتخابي التشريعي المبكر بفرنسا. نعم، من بين أهم رهانات هذه الانتخابات التشريعية وهو إيجاد برلمان فرنسي جديد بعد القرار الذي كان الرئيس إيمانويل ماكرون اتخذه بحل البرلمان والدعوة إلى انتخابات مبكرة غداة انتخابات أوروبية عرفت اكتساحا تاريخيا لليمين المتطرف. الرئيس الفرنسي كان يعتقد أن الفرنسيين سيرفضون التطرف السياسي سواء كان من اليمين أو من اليسار، وأنهم سيفضلون القوى الوسطية والمعتدلة، وإذا بالرياح بهذه السفن تجري بما لا تشتهي الرياح كما يقال، فإن النتائج جاءت مغايرة تماما لكل التوقعات وكرست تطورا كبيرا لليمين المتطرف داخل المجتمع السياسي الفرنسي. يعني كما قلت الرياح جاءت يعني عكس ما كان متوقعا، والنتائج خلال الجولة الأولى يعني لاحظنا أنه كان هناك تقدم للتجمع الوطني، تلاها اليسار، ثم ما يعرف بالأغلبية الرئاسية. على ضوء هذه النتائج، ما هي السيناريوهات المحتملة بخصوص الجولة الثانية؟ نعم، هناك ثلاث سيناريوهات مرتقبة بعد هذه الدورة الثانية اليوم غد. السيناريو الأول وهو أن يحصل اليمين المتطرف بزعامة جوردان بارديلا ومارين لوبين على الأغلبية المطلقة، ومن ثم سيكون بإمكانهم يعني تكوين حكومة برئاسة جوردان بارديلا. هذا السيناريو الذي كان الكل يتوقعه خلال الدورة الأولى بدأ يتراجع، لأن هناك عاملين أساسيين يعني ساهما في خفض التوقعات والحلم لمارين لوبين. العنصر الأول وهو أن هناك يعني جبهة جمهورية تكونت من أجل منع اليمين المتطرف من الاستيلاء على السلطة، والعنصر الثاني أن هناك انسحابات بالجملة من طرف اليسار ومن طرف اليمين لصالح المرشح الذي بإمكانه أن يهزم المرشح اليمين المتطرف. كل هذه العوامل جعلت من هذا السيناريو يعني ليس هو الأقوى. السيناريو الثاني وهو أن يكون هناك يعني ثلاث قوى يعني متوازنة، اليمين اليسار والوسط، ومن هنا ربما إذا شاهدنا هذا السيناريو فقد تدخل فرنسا في أزمة دستورية، أزمة نظامية، إذا لم يستطع أي حزب أن يشكل أغلبية وأن يشكل حكومة، ومن ثم قد تطرح على الرئيس إيمانويل ماكرون خيارات أخرى غير حل البرلمان ربما قد تؤديه أو قد تمشي به إلى مباشرة ربما انتخابات رئاسية مبكرة لإعادة اللعبة إلى مربعها الأول. يعني قبل أن تقول كلمة يعني الكلمة الأخيرة لصناديق الاقتراع يعني وقبل أن تقول كلمتها الأخيرة كما قلنا، ماذا عن انتظارات الجالية هناك؟ نعم، انتظارات الجالية هنا مطبوعة بالقلق بالخوف، لأنهم يرون بأن هذا اليمين المتطرف أصبح يكتسح الطبقة السياسية والمجتمع الفرنسي، ويخشون أنه في حال وصل إلى الحكم فإنه قد يمارس سياسة تمييزية بما يسمى بالبريفيرونس ناسيونال، التفضيلية الوطنية. وخلال هذه الحملة كانت هناك تصريحات ومواقف لزعماء اليمين المتطرف استهدفت حاملي الجنسية المزدوجة سواء كانوا فرنسيين مغاربة أو جزائريين أو حتى إسرائيليين، وهذا كان منبع قلق كبير بالنسبة لهذه الجالية الفرنسية من أصل مغربي التي كانت تعيش بكل طمأنينة داخل هذا المجتمع، وإذا بأصابع الاتهام توجه لها بطريقة واضحة. نعم، هناك خوف وقلق من هذه الجالية، من طرف هذه الجالية المغربية الفرنسية المغربية، من أن يصل اليمين المتطرف ويطبق سياسة معادية لمصالحها. شكرا جزيلا لك على كل هذه التوضيحات. أذكر هنا أنك مصطفى طوسة كاتب وباحث سياسي كنت معنا مباشرة من فرنسا. وفي إيران أسفرت نتائج الانتخابات الرئاسية عن فوز الإصلاحي مسعود بازاشكيان بالرئاسة بعد حصوله على أكثر من 53% من أصوات الناخبين، متفوقا بذلك على منافسه المرشح المحافظ سعيد جليلي بحسب ما أعلنت وزارة الداخلية الإيرانية، التي كشفت عن أن نسبة المشاركة في الجولة الثانية من هذا الاقتراع الذي دعي له أكثر من 60 مليون ناخب، النسبة تجاوزت 49%.
ونذكر هنا أن هذا الاقتراع نظم مبكرا من أجل اختيار خلف للرئيس الراحل إبراهيم رئيسي الذي لقي مصرعه في حادث مروحي شهر ماي الماضي. وبقطاع غزة تجاوزت حصيلة القتلى عتبة 38,000 بحسب وزارة الصحة التابعة لحركة حماس، وذلك منذ اندلاع الحرب بينها وبين إسرائيل قبل أكثر من 9 أشهر. وقالت الوزارة إن 87 شخصا على الأقل قتلوا خلال 48 ساعة الماضية، في وقت حذرت فيه منظمة الصحة العالمية من أن القطاع يعيش ظروفا كارثية بنقص المياه والطعام. نعود وطنيا في الشأن الصحي. أهمية الوقاية من الأمراض المتعلقة بصحة الأم والطفل محور يوم دراسي تحسيسي نظمته دار الأمومة بمدينة الحسيمة. هذه المؤسسة التي فتحت أبوابها قبل نحو سنتين لتكون مركز استقبال للنساء الحوامل وللمواليد الجدد. فؤاد عزوزي ومحمد حجوب. في قلب جبال الريف على بعد 150 كيلومتر عن مدينة الحسيمة رأت النور بجماعة عبد الغاية السواحل دار الأمومة قبل 4 سنوات ضمن برنامج التنمية المجالية الحسيمة منارة المتوسط. هي دار لاحتضان النساء الحوامل ومواكبتهن الاجتماعية والطبية. قوموا بتسيير وتدبير لدار الأمومة بمشاركة مع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، ولحد الساعة وصلنا ل 632 مستفيدة، وكنقوموا بدورة تحسيسية أسبوعية للعدد ديالها 2800 دورة اللي استفدوا منها النساء الحوامل، ومن الفحوصات الطبية اللي كنقوموا بها شهريا. ولتحسيس الأمهات بأهمية الوقاية من الأمراض خصوصا تلك المتعلقة بمرحلتي الحمل والولادة، نظم هذا اللقاء التحسيسي على هامش قافلة طبية من تنظيم جمعية أصدقاء طريق الوحدة للتنمية والتضامن. ندير واحد الوقاية ترشيد، كنعطيهم ان بحال كتعرفوا النايات كيجيو متعفون بزاف د المناسك البوليه، كنعطيهم ارشاد هذا الشيء كيفاش يتفاداو هذا الشيء، واللي عنده شي مرض كنداويه حتى هو، واللي يمكن كاع عنده شي عمليه كنقدروا نوجهوه يجي عندنا كندير ليه العمليه مجانا اللي الجمعيه كتكلف بها. المنطقه ما كيتسمى ما فيهاش اطباء اختصاصيين، دابا ملي جاو مزيانين وخصنا هذا الشيء يتطور يزيد يتطور، وكنشكروا الناس. وكما جات هذه الجمعيه هذه وعاونتنا وكد تدخل معنا وكد هذيكنا الوليدات ديالنا، ما عندناش كيفاش نديروا باش نهدكوا. وانا المشكله ديالي كان عندي مشكله صعيبه، كيصيفطوني لتاونات الفاس كيقولوا يطلع للحسيمه بزاف الحل بعيد علينا، وحنا ما عندناش الامكانيه باش نطلعوا لهذا الشيء بزاف. دار الامومه مؤسسه للرعايه الاجتماعيه تعد احدى ثمرات المبادره الوطنيه للتنميه البشريه في هذه المناطق الجبليه التي تحتاج الى تقريب الخدمات الصحيه من ساكنتها، خصوصا تلك المأهولة بالسكان كجماعة عبد الغاية السواحل أو جماعة إكاون التي يزيد تعداد سكانها عن 25,000 نسمة. نشرتنا متواصلة وتتابعون فيها أيضا. مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة تطلق النسخة الخامسة لحملة بحر بلا بلاستيك. عن مستجداتها نستضيف سامي الإكليل مسؤول برامج قطب الساحل والمحيط. ونختم مع ضيفتنا الأستاذة سميرة رجيبي التي سنتوقف معها عند حصيلة المهرجان الدولي للمسرح الجامعي. عام 1761 رأت أول تعاونية النور باسكتلندا. نستحضر هذا التاريخ ونحن نخلد اليوم العالمي للتعاونيات الذي يحتفى به هذه السنة تحت شعار التعاونيات تبني مستقبلا أفضل للجميع. وبهذه المناسبة نتوقف عند إحدى تعاونيات إنتاج العسل بمدينة الحسيمة مع محمد حجوب والتحرير لسعيد أجنة. يقف أحمد عند أدق التفاصيل المتعلقة بهذه التعاونية التي تعمل في إنتاج العسل ومواد التجميل. التعاونية أنشئت بعد فترة كوفيد-19 لتصبح نموذجا اقتصاديا يوفر فرص شغل لأبناء المنطقة. تأسست التعاونية سنة 2020 وكانت عندها بعض الصعوبات في أيام كورونا، ولكن الحمد لله الآن تحسنت الأمور، وكنتمنوا أن فصل الصيف بمدينة الحسيمة اللي كيكون سياحي بامتياز أنه يكون واحد الصيف اللي يكون فيه واحد الرواج باش يستفدوا الناس الجالية المغربية المقيمة بالخارج من المنتوجات ديال الوطن ديالهم. التعاونية استفادت من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في فرصة لدعم ريادة الأعمال والتسويق للمنتجات الفلاحية التي تزخر بها المنطقة. احنا في التعاونية
كنحاولوا ما امكن نوفروا منتوجات اللي كتكون طبيه صحيه كنصوبوها على يدنا. وحاولنا في هذا التعاون يا اننا نخلقوا فرص شغل لينا اولا وفرص شغل المستخدمين كذلك. هي نموذج من بين أزيد من 53 ألف تعاونية بالمغرب والتي تساهم في خلق فرص الشغل بالنسبة للشباب المغربي. وكما أسلفنا في العناوين، تنطلق بعد غد الاثنين من شاطئ الفنيدق الدورة الخامسة من حملة بحر بلا بلاستيك خلال فصل صيف 2024. هذه الحملة التي تدخل في إطار الموسم 25 من برنامج شواطئ نظيفة الذي أطلقته مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة للا حسناء. وللمزيد من التوضيحات نستضيف السيد سامي الإكليل مسؤول برامج قطب الساحل والمحيط بمؤسسة محمد السادس لحماية البيئة. مساء الخير. مساء الخير. إذا ما دعا مستجدات حملة بحر بلا بلاستيك التي تدخل عامها الخامس؟ أولا شكرا على الاستضافة. عملية بحر بلا بلاستيك اللي طلقتها مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة تحت الرئاسة الفعلية صاحبة السمو الملكي الأميرة الجليلة للا حسناء كانت أول انطلاقة ديالها سنة 2019، وهذه الانطلاقة جات في الإطار ديال انطلاق العقد العشري ديال العلوم المحيطة من أجل التنمية المستدامة اللي طلقته الأمم المتحدة، وذلك من أجل تسمير وحماية المحيطات. وفي هذا السياق هذا تم تعيين صاحبة السمو الملكي الأميرة للا حسناء كعرابة لهذا الائتلاف اللي كتقوده اليونسكو بطبيعة الحال. ومن أجل موائمة هذه الدينامية وهذه الاستراتيجية اللي طلقتها الأمم المتحدة، طلقت المؤسسة واحد الاستراتيجية ما يسمى استراتيجية البحار والمحيطات اللي انبثقت منها عملية بحر بلا بلاستيك، وذلك للتماشي مع الأهداف ديال هذه العشرية. العملية انطلقت أولا كتهم أربعة ديال التحديات اللي كيقوموا بها جميع الشركاء ديالنا الاقتصاديين في إطار برنامج الشواطئ النظيفة على مستوى 69 شاطئ و67 جماعة محلية، وهي تحديات كتتعلق بتعبئة مليونين ديال الشباب وإزالة تقريبا واحد 10 طن ديال النفايات البلاستيكية على مستوى المدة الصيفية من 15 سبتمبر ل 15 جوان ل 15 سبتمبر، وكذلك تنظيم واحد 40 ألف نشاط، وفي الاخير تنسيق مع جمعيات محليه وشركات لاعاده تدوير هذه النفايات. الشق الثاني هو شق تربوي، وكنقوموه بالتنسيق مع جمعيات محليه ديال الغوص في واحد المجموعه ديال المدن اللي كيقوموا بعمليه انتشال النفايات البلاستيكيه من قاع المحيط بمساهمه بتنسيق في الاول. في المرحله الاولى كانت مع وزاره التربيه الوطنيه عن طريق تعبئه اطفال ديال المدارس برنامج المدارس الايكولوجيه والصحفيين الشباب من اجل البيئه اللي كتشرف عليهم المؤسسه، وفي مرحله ثانيه مع وزاره التربيه الوطنيه مع وزاره عفوا الثقافه والشباب، وذلك عن طريق المخيمات الصيفيه وكذلك الجامعه الوطنيه للكشفيه. وهذه المجموعه ديال المجتمعات ديال هاد الاطفال هادو كيشاركوا معنا في هذه المجموعه ديال الورشات اللي كتهم كذلك واحد المجموعه ديال الورشات اللي متعلقه بالمحيط، لا فيما يخص التنوع البيولوجي، التنوع التلوث البلاستيكي، وكذلك مواضيع متعلقه بالمحيط. بالنسبه للمستجدات ديال هذه الدوره الخامسه، اولا المؤسسه وسعت نطاق ديال الاشتغال ديالها حيت غادي تكون واحد البرمجه ديال تقريبا 30 نشاط على مستوى 30 مدينه ساحليه بالتنسيق مع هذه المخيمات الصيفيه. والشق الثاني هو واحد الشق يمكن نقولوا اجتماعي عن طريق ادماج الجمعيات اللي كتهتم بالاطفال ذوي الاحتياجات الخاصه من الصم والبكم وكذلك اطفال التوحد، الاشراكهم بطبيعه الحال بواحد الطريقه عادله في هذه المقاربه ديال المؤسسه. والشق الثالث يقدر يكون هو شق اقتصادي كيدخل في اطار الاقتصاد الازرق، وذلك بادماج التعاونيات المحليه للمشاركه في هذه المجموعه ديال الورشات. وفي هذا الاطار اطلقت المؤسسه مبادره الشركاء، شبكه الشركاء الزرقاء، اللي هي واحد الشبكه اللي كتهدف التنسيق ما بين الشركاء الاقتصاديين اللي عندنا على مستوى الشواطئ والتعاونيات المحليه اللي كتنشط في مجال الاقتصاد الازرق من تربيه الطحالب، تربيه الاحياء المائيه، تدوير النفايات والشباك الشبح، وذلك لخلق واحد المجموعه كما اشرتوا ليه سابقا للتعاونيات اللي كتمكن من خلق واحد الفرص للشغل والرفع بالاقتصاد والادماج في المنطقه. يعني هذه الحمله كما نعلم يعني هي جزء من برنامج شواطئ
نظيفة. نعم. الذي هو بدوره يعني جزء من برنامج حماية الساحل. نعم. ماذا عن حصيلة هذا البرنامج؟ بالنسبة للشواطئ النظيفة هو واحد البرنامج اللي تلقاته المؤسسة سنة 1999 أشرفت عليه صاحبة السمو الملكي الأميرة الحسناء، حيث كان أول برنامج ديال المؤسسة اللي كان كيهم التهيئ والتجهيز ديال واحد المجموعة الشواطئ، وهذا لتهيئ الشواطئ للحصول على اللواء الأزرق اللي تبنته المؤسسة سنة 2002. وهذا البرنامج عنده واحد أربعة ديال المحاور اللي كتهتم بالنظافة والسلامة، التوعية والتحسيس على البيئة، وكذلك توفير جميع الخدمات المتوفرة على اللي كيحتاجوها المصطفين، وفي الأخير جودة المياه. على هذا المعايير هادو كاين هذاك الشق ديال التربية البيئية. في هذا الإطار ديال الشق ديال التربية البيئية اللي انطلقت عملية بحر بلا بلاستيك اللي هو واحد الجانب تحسيسي، بالإضافة إلى ذلك حصلت المملكة المغربية هذه السنة على ما يقارب 32 لواء أزرق، اللي منهم 27 ديال الشواطئ الواجهة المتوسطية والأطلنطية، وكذلك 4 ديال الموانئ الترفيهية طنجة والسعيدية مارينا سمير وكذلك الحسيمة. وأول مرة في هذه السنة هذه اللي كان مستجد هو حصول بحيرة أجل أزقزة على لواء أزرق، وهي أول بحيرة كتمن في هذا السياق. وعلى حسب هذا الترشيب هذا المغرب كيحتل المرتبة الأولى عربيا من ناحية عدد اللواء الأزرق الممنوع، والثانية إفريقيا على هذا المستوى. نفتخر بذلك. شكرا جزيلا. شكرا لك سامي الإكليل، مسؤول برامج قطب الساحل والمحيط بمؤسسة محمد السادس لحماية البيئة. شكرا سيدي. في موضوع آخر، تكبد الفلاحون بجماعة أولاد غانم بإقليم الجديدة خسائر مادية كبيرة إثر إتلاف الأطنان من الخضر وفي مقدمتها الطماطم، وذلك لانخفاض الطلب عليها. سمية دهيمي. مشهد يدمي القلب من جماعة أولاد غانم بإقليم الجديدة. الطماطم انتظرت مدة طويلة في المخازن ولا مشتري يرغب فيها، فكان مآلها القمامة. بالنسبه للفلاحه كندخلوا الماطيشين ديالنا المنتوج ديالنا باش كنبيعوا في هذا المكازا. دابا حنا من العيد كبير وهنا ما بعنا حتى حبه، كلشي عندنا خسرات، ماطيشه مشات، الفلاحه غاديين في الهويه. الدياشة ما كيوصلوناش من البدايه ديال شهر 6، والو المنتوج ديالنا حنا كتوجدي في شهر 6 ما بقى جالي حتى واحد، وحنا مضرين الفلاحه كاملين، لا الفلفله ولا الدنجال حتى الماطيشه حتى الخيار. الأطنان من المنتوجات من طماطم وفلفل وباذنجان أتلفت في مقر ولادتها، وأخرى بخس ثمنها، ولكنها ما زالت تحتفظ على مكانتها في الأسواق المغربية التي تعرف حاجة ملحة لاستقبال خضر هذه المنطقة. السبب وراء هذا المشكل اللي كاين ديال المعطيشة هو كاين العرض أكثر من الطلب، وجات مع هذه الفترة ديال العيد الكبير شوية كاين المعطيشة موجودة، والغالي في الامر هذا الشيء اللي كنشوفوا حنا دابا هو الخضره موجوده، والناس في المدن كيتشكاو من الثمن طالع بزاف، والفلاح هنا كيضطر واحد اللحظه ما كتبعش كترمى حاجهك للزبل، وكيدنجال كاين ماطيشه كاين شي ماشره كاين درهم 16 ريال 18 ريال 10 ريال. الفلاحون المتضررون ينتظرون مد يد المساعدة واقتراح حلول بديلة لتسهيل تسويق منتوجاتهم الفلاحية تفاديا لتضررها وذهاب مجهودات موسم فلاحي سدى في ظل غلاء وسائل الإنتاج. وكما عودناكم كل مسائية السبت تنضم إلينا شيماء العلام بفقرتها نقرة الويب. مساء الخير شيماء. مساء النور بشرى. إذن من الترندات سنبدأ مع تحرير المغاربة الذين كانوا محتجزين في ميانمار. من بين الأخبار التي تناقلتها مواقع إخبارية، عملية إطلاق سراح أكثر من 12 مغربي كانوا محتجزين كرهائن في ميانمار، وذلك بفضل تدخل الجيش الملكي التايلاندي والسفارة المغربية في بنكوك وبالتنسيق مع منظمات غير حكومية. وبعد استجواب الضحايا اكتشفت السلطات أن بعض الرهائن تعرضوا للاحتيال من قبل عصابة تعمل تحت غطاء مركز اتصال من خلال عروض عمل وهمية. لحظة عودة المحتجزين إلى ديارهم هي بمثابة بلاج فجر جديد في حياتهم اتنفس الصعداء بعد ظروف قاسية عاشوها. نتوقف أيضا عند محاولة اختطاف
طفل بمصر. قيل إنها محاولة اختطاف طفل كان بجوار والدته بمتجر تجاري بمدينة طنطا بمصر. القصة بدأت فصولها عندما استغلت سيدة لحظة كانت فيها الأم في غفلة من أمرها لتمسك بيد الطفل محاولة اقتياده خارج المتجر، وما هي إلا ثواني معدودات حتى تدخلت الأم واستعادت طفلها من قبضة السيدة، لتجد نفسها أمام مشهد لم تكن تتخيله حتى في أسوأ كوابيسها. المقطع وثقته كاميرا المتجر أشعل شرارة الغضب والانقسام بين رواد المواقع، فمنهم من رآها محاولة اختطاف، ومنهم من رآها من رأى أنها مجرد خطأ. وبين هذا وذاك كان النقاش واسعا جدا حول ظاهرة اختطاف الأطفال التي ارتفعت، وطبعا السلطات المصرية دخلت على خط القضية وألقت القبض على المشتبه فيها ليتم إخلاء سبيلها فيما بعد، وذلك بعد أن أكدت تحريات المباحث أنها لم تكن تقصد اختطافها، وهي التي كانت برفقة طفليها، لتبقى مثل هذه الحوادث تحمل بين طياتها عبرا واضحة: كل لحظة من غفلة قد تكلفنا الكثير، وعيننا على أبنائنا هي حائط الصد الأول لحمايتهم من كل سوء. صحيح. نواصل معك ومع مشهد لشخص يختبئ تحت حافلة للنقل الحضري. نعم، وكما ذكرت مقطع فيديو يظهر اختيار شخص الطريق الخطير للوصول إلى وجهته، والوجهة كانت شاطئ رأس الرمل بمدينة العرائش، ضاربا عرض الحائط كل معايير السلامة والأمان. مغامرة غير محسوبة لشخص تسلل تحت حافلة نقل أثارت صدمة واستنكار كبيرين بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، لتتعالى أصواتهم منددة بتصرف وصفوه بالطائش، تصرف قد يؤدي إلى نتائج كارثية ليس فقط على مستوى الشخص المتورط، بل قد يتجاوز الأمر المحيطين به. النشطاء ذكروا أيضا في تعليقاتهم بضرورة تعزيز الوعي بأهمية السلامة داخل وسائل النقل العمومية وتعزيز الرقابة بها، وكذلك ضرورة اتخاذ إجراءات رادعة في حق هذا المخالف وفي حق كل من يعرض حياته وحياة الآخرين للخطر، فالتساهل في مثل هذه الأمور قد يشجع على تقليد تصرفات خطيرة، يقول رواد المواقع. وفي النهاية الحياة ثمينة، والحفاظ عليها وحمايتها واجب على كل فرد منا. نواصل معك وميزة جديدة لتطبيق واتساب. تعمل شركة واتساب حاليا على تطوير ميزة جديدة تعمل باستخدام الذكاء الاصطناعي، تمكن المستخدمين من إنشاء صورة رمزية مخصصة لهم تستخدم في أي مكان يتخيلونه، سواء في الغابات أو الفضاء الخارجي وغيرها من الأماكن. يمكن للمستخدمين خلق صورة تجسدهم باستخدام تقنيات توليد الصور المبتكرة التي تعتمد على صورهم الشخصية والنصوص التي يختارونها. للاستفادة منها يتعين على المستخدمين التقاط صورة واحدة لهم، بعد ذلك اتباع التعليمات المبينة على الشاشة، وطبعا هذه الميزة ستكون اختيارية. ونختم مع لحظة نشوب حريق داخل منزل بالولايات المتحدة الأمريكية، لكن السؤال المطروح: من يقف وراء هذا الحادث؟ الحادث بشرى بطله متهم غير متوقع تماما، لم تكن لخيوط الحادث أن تفك لولا كاميرا المراقبة التي وثقت. حريق نشب في أحد المنازل في مدينة كولورادو الأمريكية، وبعد أن تمكنت فرق الإنقاذ من السيطرة عليه بادر المحققون بالبحث عن أسبابه، فكانت المفاجأة كلب العائلة هو الجاني، ربما بدافع الفضول أو ربما بسبب الجوع. قفز بخفة فوق الموقد وبحركة غير مقصودة أشعل النار، ولولا لطف الأقدار وجهاز الإنذار الذي لعب الدور المنقذ حين أطلق الإشعار لكانت المأساة أكبر. وهنا يجب التأكيد على ضرورة الانتباه لتصرفات الحيوانات الأليفة داخل المنزل، فهي قد تكون غير متوقعة في بعض الأحيان، أليس كذلك بشرى؟ صحيح. شكرا جزيلا لك الشيماء، والموعد يتجدد كالعادة السبت المقبل بإذن الله. في الشأن الثقافي، تختتم غدا بمدينة الدار البيضاء فعالية النسخة 36 للمهرجان الدولي للمسرح الجامعي، والتي اتخذت كشعار لها المسرح والجنون، مناسبة للتبادل الثقافي والفني ومساعدة الشباب على الانفتاح على عوالم أبي الفنون. يونس رفيق. الجنون كحالة خاصة من الإبداع هو موضوع رمزي اختارت النسخة 36 للمهرجان الدولي للمسرح معالجته من خلال عروض مسرحية على الركح
تتناول تيمة الجنون في قالب إبداعي. هذه الدورة 36 تأتي في سياق جديد، وهذا السياق الجديد هو بدءا من هذا العنوان الإشهاري، هذا العنوان الإشهاري اللي هو المسرح والجنون الذي استمدناه من دلالة الرقم 36 اللي في المخيال البيضاوي هي تنتمي للجناح ديال 36. فقلنا هذه الفئة نلتفت إليها بما أن المهرجان في كل دورة يوظف تيمة معينة. هناك مسرحيات يعني مهمة جاءت من إسبانيا، من كوريا، أرمينيا، كولومبيا، من مصر، ومن أيضا من المغرب، مجموعة من الجامعات المغربية التي شاركت. طبعا هذه الدورة فنيا يمكن نقول أنها مهمة جدا، وقد استمتع الجمهور بمجموعة من العروض المسرحية التي جلها تناول يعني سلطة الجنون أو جنون السلطة. المسرح والجنون جمع ثلة من الجامعيين والباحثين والفنانين وعلماء النفس في ندوة علمية على هامش أقدم مهرجان مسرحي جامعي على المستوى العربي والإفريقي لتشريح ظاهرة الجنون في علاقتها بالمسرح. في هذا المهرجان طبعا اتخذ شعار المسرح والجنون، وأنا مشارك في هذه الندوة في سياق أيضا الندوة الفكرية في سياق المهرجان. ندوة مهمة، ونتمنى أن يعني يمس هذا الجنون الجميل كل الفاعلين في المسرح، لأن أنا أتحدث عن الجنون الخلاق، عن الجنون الإبداعي، وليس الجنون المرضي. حين كيدخل الفن من الكلية وكيصبح يعني كيتوقع فيه دراسات علمية أكاديمية، وكيصبح يعني عنده واحد ما كيبقاش غير ديك الارتجالية. بالإضافة إلى العروض المسرحية المتنوعة، برمج منظمو المهرجان عددا من الورشات التكوينية لفائدة الطلبة وهواة المسرح حول التمثيل والارتجال والجسد والفضاء. وفي هذا السياق نستضيف الأستاذة سميرة الرقيبي، نائبة عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية بن مسيك. ونصحح هنا أنك نائبة العميد في البحث العلمي بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بن مسيك. أهلا، مرحبا بك. شكرا أخت وشا. إذن المهرجان في نسخته 36 والتي اختتمت اليوم، السؤال الذي يطرح نفسه في هذه اللحظة، يعني هل حققتم الغاية المرجوة من هذا المهرجان؟ أظن أن المهرجان في دورته 36 حقق الهدف، وأن هذه الدورة ربحت رهانات، وذلك لأسباب تالية. كان الحضور كبير ويفوق التوقعات ابتداء من افتتاح الدورة، وإن ذلك يعتبر دليل على نجاح المهرجان في دورة 36، وكذلك على استمرارية هذا المهرجان. نحن نتكلم على الدورة 36، فهذا إن كان يدل على شيء إنما يدل على نجاح هذا المهرجان. وكذلك في هذا المهرجان كان هناك تكريم لشخصيات مهمة وفنانين، منهم الكغاط، الفنان الكغاط والزروالي، وكذلك الصحفية فضيلة أنوار، وكان شرف لنا أن استقبلناهم في الافتتاح، وكان تكريم لهم، وهذا شرف لنا. يعني العام الماضي اخترتم شعار المسرح والعوالم، وهذه السنة الشعار هو المسرح والجنون. يعني لماذا وقع اختياركم على هذا الشعار الذي طبعا لم يكن اعتباطيا؟ نعم، حقيقة أخت بشرى لم يكن اعتباطيا، فاختيار المسرح والجنون موضوعا لهذه الدورة هو أولا تابع من قناعتنا بأهمية الجنون في الإبداع، هذا شيء مهم. بالإضافة إلى ذلك، رقم 36 كما تعلمين يرتبط بجناح خاص بالأمراض النفسية في مستشفى ابن رشد. هذا الرقم يكتسي رمزية خاصة في الثقافة الشعبية، وخصوصا في مخيال البيضاويين، إذ يحيل دائما إلى الجنون بمختلف مظاهره. إذن هذه الدورة هي تصادفت مع 36، إذن الجنون هنا تنخده من المفهوم يعني النفسي، ولكن تنخده من المفهوم كذلك الإبداعي الفني. نعم، الفني. يعني هذا الشعار شكل محور مائدة مستديرة، والتي نعم. أشرفت يعني على تسييرها. ما الذي
خلصتم له يعني من خلال هذه الندوة يعني حول الجنون أو تلك العلاقة ما بين المسرح والجنون؟ نعم، هذا السؤال مهم. فبالنظر لأهمية الموضوع المسرح والجنون، تم عقد كما قلت مائدة مستديرة في إحدى فنادق الدار البيضاء في البيضاء في محور المسرح والجنون يوم الجمعة يعني البارحة، بحضور وازن يعني وازن لمبدعين وباحثين وأكاديميين وطلبة لإبداء مختلف الآراء حول علاقة الجنون بالإبداع والبحث في نصوص عالمية وعربية خصوصا التي تتناول هذه العلاقة بين الجدل، هذه العلاقة الجدلية بين الجنون والمسرح، انطلاقا من تطورات نظرية وفلسفية وكذلك خصوصا فنية وأدبية. إذا هنا كان المائدة المستديرة لها محورين، كان المحور في الصباح كان يحوم الصباح كان تشخيصا والتحدث عن هذه العلاقة بين المسرح والجنون كمدخل للتفكير، إذا من خلال هذه التجارب والإبداعات ونصوص عالمية وعربية وغيرها. وتحدث المتدخلون عن المسرح كأداة فن وكأداة تعبيرية لتجارب إنسانية، هي تجارب إنسانية. وقد حضر هذا الصباح يعني هذه الصبحية ديال المائدة المستديرة أساتذة كبار كحسن يوسفي من جامعة محمد الخامس بالرباط وأساتذة من كلية الأدب بنمسي. شكرا جزيلا لك الأستاذة سميرة الرقيبي. أذكر هنا أنك نائبة العميد في البحث العلمي بكلية الأدب والعلوم الإنسانية بنمسي. شكرا لك أستاذ. وقبل توديعكم مشاهدينا، نذكركم بأنه نزل للتو بلاغ لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية التي تعلن فيه أن فاتح محرم 1446 هجرية سيكون يوم غد الأحد 7 يوليوز. كل عام وأنتم بألف خير. بقي أن نذكركم بأبرز ما جاء في هذه النشرة. بالرباط، اختتام أشغال الدورة العادية 33 للمجلس العلمي الأعلى والتي عقدت بإذن من أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس المجلس العلمي الأعلى. فرنسا تدخل مرحلة الصمت الانتخابي في انتظار الكلمة الأخيرة لصناديق التصويت في الجولة الثانية من هذا الاقتراع التشريعي. وتابعت معنا من أجل صحة الأم والطفل يوم تحسيسي تنظمه دار الأمومة التي فتحت أبوابها قبل سنتين بمدينة الحسينة. نهاية هذه النشرة، يمكنكم الاطلاع على باقي أخبار الوطن والعالم على موقعنا الإنترنت دوزان بوايما أو على تطبيق ماي دوزان. طابت أوقاتكم أينما كنتم.